هجمة المستوطنين والاستيطان هذه علينا من سنين طويلة، من بداية الحرب يعني الهجمة الشرسة على قرانا بالأخص منطقتنا الساوية، اللبن، كاريوت، تلفيد، جلود، المناطق هذه يعني هجمة شرسة وهجمة وحشية بطريقة مش طبيعية، مجرمين بإجرام بإجرام، يعني ما كاد نوصف لأكثر من الإجرام. صار اليوم أنه تبلغنا طبعا منطقة المستعمرة اسمها منطقة مستعمرة إليه، في عنا بيوت على الشارع الرئيسي اللي هو الخط اللي داخل على شارع كبلان قديما، في عنا بيوت منطقة الشمالية منعزلة عن الشارع الرئيسي. تبلغنا في الساعة 5:05 بالضبط أنه في هجم المستوطنين، طبعا قرروها يوم الجمعة، كنا في صلاة الجمعة وكان بدهم يستغلوا الظرف الناس موجودين في الجمعة. السبت اللي فات نفس الشيء، كان في هجمة وكان في البيوت فقط النساء والأطفال. تلقينا مكالمة من المواطنين اللي في عند البيوت الهجمة اللي عليهم، نزلوا الناس لكن الجيش حجز الناس ما بعد الشهر الرئيسي، واستفردوا المستوطنين في الدور هذول اللي ما فيهن إلا البنات والأطفال والأولاد الصغار، وللأسف ارتكبوا جريمتهم المستوطنين والجيش بلفت عليهم، والصور موجودة. احنا مش رايحين نجيب اشي او كلام مش موجود، الصور مثبتة وموجودة انه الجيش كان واقف بحال الحياد لحين ما سووا جريمتهم ونفذوا جريمتهم. اخونا وحبيبنا الشهيد محمد عوض من ارقى الشباب، من الشباب الخدومين في المنطقة هذه، والكل بيشهد له بالاخلاقه، نحتسبه عند الله شهيد. هو اجرين، اجر الشرف لأنه هو كان في وظيفته وفي وظيفة كلها إنسانية، وفي نفس الوقت على أرض وطنه وعلى أرض فلسطين. أنا بقدم تعزية باسمي وباسم مجلس قرى الساوية، باسم أهالي الساوي جميعا، صغير مع كبير، لأهلي، وندعو الله سبحانه وتعالى أن نتقبله عند الله شهيد.